السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة الاقتراح ديال اليوم هو العجينة ديال البيتزا أو لابات البيتزا اللي ممكن أننا يعني نصيبها ونحتفظ بها يعني في المجمد كتبقى لنا مدة طويلة وكتجي يعني زوينة بزاف غنتقاسم معكم جميع يعني الأسرار ديال هاد العجينة هادي كيفاش تجيكم مطاطيه بهذا الشكل هذا كتجي صراحه رطبه وزوينه واخا اننا كان يعني ما فيهاش شي مكونات اللي هما يعني كثارين وما فيهاش غير مكلفه ورغم ذلك فهي ناجحه 100% من اول تجربه غادي تنجح معكم صراحه هذه هي العجينه المعتمده عندي سهله واقتصاديه ما فيهاش مكونات بزاف وكتجي فعلا يعني واخا كتعمروها كتبقى يعني بالشكل ديالها المطاطي وبالشكل ديالها اللي كيكون فعلا زوين بزاف كنطيبوها غير في المقله ما غن يعني ما غنديروها لا لف في الفران لا في والو غير في المقله يعني بدون فرن انتم الشكل ديالها كتجي فعلا مطاطيه وكتجي يعني كي يعني كي خاويه يعني كتبقى بنفس الشكل ديالها فبسم الله على بركه الله كنحتاجو واحد الكوب ديال الماء معلقه ديال الخميره الفوريه معلقه ديال السكر وكنضيفو الفينو هنا تقريبا عندي كاس ونص ديال الفينو وغادي نخلطو الخليط جيدا وغادي نخليوه حتى كيتفاعل كي وحتى داك الفينو كيرطب كي لينا وفاش كي يعني فاش كتجينا يعني كتجينا ساهله في, في يعني في العجينه فاش كيرطب لنا داك الفينو ما كيعذبناش يعني في العجينه كنخليوها حتى كترتاح وكيتفاعلوا المكونات هنا من بعد ما دازت واحد 10 ديال الدقائق آه كنضيفو آه كاس لارب ديال الحليب نصف كاس ديال الزيت اللي مزيج ما بين زيت الزيتون زيت وزيت نباتيه واحد المعلقه ديال الخل وكنضيفو الملحه يعني كتبقى دائما على حسب الذوق واحد الرشه ديال الزعتر كتعطيها واحد المذاق اللي هو زوين وكنضيفو ايضا زلافه ديال الدقيق الناعم او الدقيق الفورس صافي كنخلطو هنا غير بالملعقه في المرحله الاولى يعني الخليط يعني العجينه خصها تكون يعني خفيفه وكتلتصق في اليدين يعني العجينه ما غندروهاش قاسحه هنا ضفت كميه ديال يعني ديال الدقيق يعني درت زلافه آه تقريبا غديرو زلافه كبيره ديال الفورس وزلافه ونو وزلافة صغيره ديال الفينو او ديرو نيني قد قد ديرو قد الفورس قد الفينو صافي هنا كنستمر غير بالملعقه كنحرك حتى كيتجانسو دوك العناصر من بعد كن يعني ضروري كنخدم بيدي غير باش كنعرف القوام ديالها آه راكم عارفين الملعقه ما غتعطيكمش داك ما غتحسوش بداك القوام ديالها صافي هنا من بعد ما أه ساليت خليتها ارتحت غير واحد خمسة دقائق ورجعت ليها صافي وكنخليها في يعني في الاناء ديالها وكنرشها غير بشويه ديال الزيت وكنغطي عليها وكنخليها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها وكنعاود نديغازيها وكنعاود نخمرها المره الثانيه هذا هو السر ديال لاباط ديال هذه البيتزا انها كتخمر المره الاولى والمره الثانيه وممكن تزيدوها حتى المره الثالثه على حسب الوقت الا كان عندكم الوقت متوفر هنا من بعد ما خمرتنا لنا يعني العجين وتضاعف الحجم ديالها آه كيف ما قلت لكم غادي نديغازيوها وغنعاودوا آه يعني نخليوها تخمر المره الثانيه آه هذا هو السر اللي كيخلي لنا هذه العجينه كتجي فعلا يعني خفيفه وكتجي مطاطيه وما كتكسرش لينا وكتجي صالحه يعني للبيتزات لاي يعني اي فطائر اعتمدوا دائما هاد التقنيه ديال انكم تخويوها يعني ديغازيوها المره الاولى وخليوها تخمر المره الثانيه او حتى المره الثالثه صافي هنا كنديروا يعني العجين ديالنا في سطح العمل كنست هنا غادي نقرص بالفينو بدقيق الفينو كن يعني كنقطع العجين ديالي دي الكريات على حسب يعني الحجم اللي انا بغيت واللي نتوما ايضا بغيتو يعني كت يا اما ديرهم كريات كبار يا اما ديرهم صغار داكشي على حسب و يعني على حسب آه يعني الشكل اللي بغيتو صافي قطعتهم هنا كنقطعوهم بالتساوي هنا غنديرهم آه يعني دي بات اللي يكونوا آه متوسطين يعني بيتزات اللي كيكونوا آه متوسطين صافي كنجمعهم ب... يعني كنقرصهم بالشكل اللي هو عادي دائما كنستعان بالدقيق ديال الفينو كيخليهم وكي آه مسمدين وكيجيو صراحه زوينين وكيجيو مقرمشين بهاد الدقيق ديال الفينو احسن من يعني من الدقيق الفورس ممكن ديروا ايضا حتى الدقيق ديال الذره فتا هو راه فايت يعني شاركت معكم بيتزا بالدقيق ديال الذره ففعلا تا هو كيعطينا واحد القرمشه زائد اللون ديالها كيجي زوين بزاف هنا من بعد ما يعني قرصت الكريات ديالي غادي نخليهم يختمروا غير واحد تقريبا واحد عشرة ديال الدقائق ولا 15 دقيقه غير يرتاحوا باش فاش كنجي نشكلهم كي كيطلقوا معايا بسهوله صافي هنا غادي نخوي سطح العمل باش غادي نخدم فيه كنت خليتهم يعني هنا يخمروا صافي غنبدا بالكرية الاولى اللي بديت هنا كنطلقها غير بك يعني كنستعن دائما بالدقيق ديال الفينو هنا ممكن تطلقوها غير بيدينا كيف ما شفتوا غنطلقها معاكم هنا غير بيديا يعني ساهله كتكون طايعه والعجينه مرتاحه بز... يعني مرتاحه مزيان يعني كنشكلوها بالشكل اللي بغينا وكنطلقوها غير بيدينا يعني ما كنديروا لا مدلك لا حتى شي حاجه بغيتو تستعنوا بالمدلك يعني غنوريكم الطريقه باش تخدموا بها بالمدلك يعني ما كنبركوش يعني المدلك راه غير كنشدو غير كندوز غير بشويه لان العجينه يعني مرتاحه مزيان يعني كنطلقوها غير ب... بيدينا بغيتو تستعنوا بالمدلك فما تبركوش بزاف باش ما ديفورش ديفورماش لينا ل... يعني الشكل ديال ديال العجين يعني كنديروها ما امكن كنحاولوا اننا نخليوها رقيقه يعني في المقلات اللي كتكون يعني على نار اللي كتكون متوسطه كنديروها في يعني في المقلات وكنتقبوها باش ما كتنتفخش لينا كتاخذ لنا الشكل ديال ديال لاباط ديال البيتزا وكنبداو نقلبوها يعني غير كتشمع لينا غير كتشمع كنبداو اننا نقلبوها ما كنخليوهاش انها طيب لان غنديروا لها غير, غير نص طيبه مازال فاش غادي نعمروها مثلا بـ بـ بالحشوه غادي تكمل الطياب ديالها في الفران او ممكن ديروها غير في المقله ففعلا كتجي هاد لاباط هادي كتجي فعلا زوينه مطاطيه وكتجي رطبه ما كتجيش قاسحه وكتن ممكن نحتفظوا بها في في المجمد يعني الوقت اللي بغيناها راه حنا كنجبدوها وكان يعني وكنستعملوها فهذه هي الطريقه ديال العجين اللي معتمده عندي هانتوما كتشوفوا ما كتكسرش كتجي ما شاء الله زوينه بالدقيق ديال الفينو كيعطيها كي واحد الطراوه اللي هي زوينه بزاف يعني كنشكلوها الشكل اللي بغينا وحتى فاش كنجي كتكون عندنا في المجمد وكنجبدوها فكتبقى ب... بنفس الشكل ديالها يعني هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت كت يعني صراحة كتجي زوينة كتشرب هاديك ال ال لاصوص لي درنا ليها كت دوك العناصر كلها كتجي منسجمة مع مع لاباط ما طيبناهاش وهي خضرا فانتوما كتشوفو كتجي فعلا رائعة كنعاودو غير يعني كن كنطيبوها واحد ست دقايق ولا سبعة دقايق في الفران هانتوما لاباط كتبقى في نفس الشكل وكتجي فعلا رائعة كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم الى عجبكم الفيديو دعوا الامي وابي بالرحمه